أعزائي طلاب الصف الثالث الثانوي العام والأزهري، فيديو جديد من خلاله نتعلم مهارات الترجمة Translation Skills for Secondary 3. خلونا في البداية نتفق على 3 أشياء. الشيء الأول هو إن الترجمة فن. خلونا نشوف المثال التالي: لقد قطعت مصر شوطا كبيرا في حماية الطفل المصري وتنميته ورعايته. هنا كلمة قطعت مش هنترجمها بمعنى قط، لا طبعا، كلمة يقطع هنا بمعنى ينجز أو يحقق تقدم. شوطا كبيرا بمعنى قفزات أو وثبات كبيرة أو إنجاز كبير. شوف الترجمة: Egypt has made great strides in protecting, developing and caring for the Egyptian child. الشيء الثاني هو إن الترجمة علم، بمعنى إن أنت لازم تعرف قواعد اللغة بشكل جيد وتعرف التركيبات اللغوية وتطلع على المفردات ومعانيها في القاموس. خلينا نترجم الجملة دي: يلقي خطاب. هنا يلقي خطاب لو فتحت القاموس هتلاقي إن هي make a speech. ليه مش do a speech؟ هو ده اللي احنا بنقول عليه، إن أنت لازم تعرف إن a speech بتستخدم مع make مش do. شوف ترجمة المثال الكامل: ألقى الرئيس خطاباً مهماً أمس. The president made an important speech yesterday. لاحظ هنا إن إحنا حولنا الفعل make اللي هو يصنع أو يلقي، حولناه للماضي منه اللي هو made. The president made an important speech yesterday. وعشان تعرف الفرق بين make و do، طبعاً هتقابلها في المنهج إن شاء الله، ده ملخص للفعل do والفعل make. لاحظ إن كلمة do أو الفعل do بيستخدم مع الـ expressions أو الكلمات دي: do your hair, do the dishes, do the laundry, do the housework, do your homework, do someone a favor, do business, do the shopping, do an exam, do a good job, do something, do nothing, do anything, do damage, do harm. لكن الفعل make بيستخدم مع الأشياء أو الكلمات دي: make a mistake, make the bed, make a call, make a suggestion, make a decision, make a speech, make a promise, make a point, make an appointment, make a choice, make a complaint, make noise, make friends, make a profit, make progress. الشيء الثالث هو إن الترجمة تصرف. الترجمة إما تكون ترجمة إبداعية creative translation أو تكون ترجمة بتصرف trans creation، وفي الحالتين دول أنت بتحاول تكيف النص اللي موجود معاك سواء كان عربي أو إنجليزي وفقا لما يتناسب مع خصائص اللغة المنقول إليها النص. خلينا نشوف المثال التالي: إن مصر بها كافة مقومات السياحة التي يمكن أن تجعلها في طليعة دول العالم السياحية. في حالة ما إذا أنت كنت مش عارف معنى كلمة مقومات، ممكن تحولها إلى كلمة عناصر فتقول عناصر السياحة، ولو أنت مش عارف كلمة طليعة ممكن تستخدم كلمة مقدمة دول العالم السياحية. شوف الترجمة: Egypt has all the elements of tourism which can make it in the forefront of the world tourist countries. دلوقتي مع 40 ملاحظة في الترجمة. Now it's time to learn about 40 tips in translation. Let's get started. المعلومة الأولى أو النصيحة الأولى: Tip 1. عند الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية دائما لاحظ الآتي: أن الجملة في اللغة الإنجليزية دائما ما تبدأ بالفاعل the subject متبوعا بالverb أو الفعل ثم المفعول object وبعدين تكملة الجملة the complement. لاحظ ترجمة الجملة التالية: تنفذ الحكومة كثيرا من المشروعات العظيمة التي تهدف إلى زيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة. هنا فعل الجملة هو الحكومة، طبعا هنبدأ بالفاعل في اللغة الإنجليزية: The government carries out a lot of great projects which aim at increasing production and raising the standard of living. Tip 2. فعل الجملة العربي والفاعل في الجملة الإنجليزي. لاحظ ترجمة الجملة التالية:
يستخدم الطلاب المصريون أجهزة الكمبيوتر في مدارسهم، وسيكون لذلك أثره العظيم في تقدم مصر. هنا فعل الجملة العربي هو الطلاب، هنبدأ بالطلاب. Egyptian students use computers at their schools, and that will have a great effect on the progress of Egypt. Tip 3. مبتدأ الجملة العربي والفاعل في الجملة الإنجليزي. مثلاً، الحكومة تهتم اهتماماً كبيراً بالشباب وتوفر لهم التعليم والوظائف والرعاية الصحية. المبتدأ في الجملة العربي هو الحكومة، هيكون الفاعل في الجملة الإنجليزي. لاحظ الترجمة: The government gives great care for youth and provides them with education, jobs and health care. Tip 4. عزيزي الطالب انتبه، لابد أن تتعامل بشكل صحيح مع verb to be. الجملة في اللغة العربية لا تهتم لـ verb to be، لكن في اللغة الإنجليزية لابد من وجود verb to be في حالة غياب الفعل. verb to be اللي هو am, is, are في المضارع، was or were في الماضي. verb to be am, is, are, was or were مهم جدا في تركيب الجملة الإنجليزية في حالة غياب الفعل. مثلا الطالب ماهر، لاحظ هنا الجملة العربية يختفي فيها وجود الفعل، لذلك في اللغة الإنجليزية لابد من استخدام verb to be حسب زمن وفاعل الجملة. هنا نستخدم verb to be is. The student is clever. Tip 5. أيضا عزيزي الطالب، تذكر أن تتعامل بشكل صحيح مع verb to have. verb to have اللي هو have أو has الدالة على الملكية. have أو has تترجم في اللغة الإنجليزية إلى يملك أو يمتلك، لديه أو عنده، يقتني أو يتناول. مثال ذلك: لدينا الكثير من الموارد الطبيعية. لدينا بمعنى نمتلك. شوف الترجمة: We have a lot of natural resources. مثال آخر: للعمل الجاد أثر كبير على التفوق والتقدم والرقي. شوف الترجمة: Hard work has a great impact on excellence, progress and sophistication. Tip 6. الصفة في اللغة الإنجليزية دائما ما تسبق الاسم الذي تصفه. The adjective in English is always used before the noun. شوف المثال التالي: يقضي الطلاب أجازتهم الصيفية في ممارسة أنشطة مفيدة مثل القراءة وممارسة الرياضة. لاحظ عندنا أنشطة مفيدة صفة وموصوف. هنبدأ بالصفة وبعدين الموصوف اللي هو الاسم. شوف الترجمة: Students spend their summer holiday in doing useful activities like reading and doing sports. أيضا الصفة تأتي بعد أفعال مثل look, feel, seem, touch and taste. شوف الأمثلة دي: You look tired. I feel bored. It seems hot today. It touches soft. It tastes delicious. لاحظ إن بعد الأفعال look, feel, seem, touch and taste بنستخدم صفات. أيضا الصفة يمكن أن تأتي قبل الظرف أو الحال. شوف المثال: The thief drove his car horribly fast and ran away. لاحظ الصفة fast استخدمنا قبلها horribly لوصف حال الصفة دي، بمعنى أن اللص قاد سيارته بطريقة أو بسرعة مروعة وهرب. Tip 7. الصفات المنتهية بـ ed والصفات المنتهية بـ ing. نستخدم ed مع صفات لوصف من وقع عليه الحدث، أي مستقبل الحدث، بينما نضيف ing للصفة لوصف المتسبب في الحدث. مع المثال يتضح المقال: المباراة كانت حماسية للغاية، كل المشاهدين كانوا متحمسين. هنا نلاحظ ان احنا نستخدم صفة تنتهي بـ ing لوصف المباراة، لان هنا المباراة هي من تسببت في حالة الحماس لدى الجمهور، في حين ان المشاهدين او الجمهور هنستخدم معهم صفة تنتهي بالـ ed لانهم مستقبلين الحدث. شوف الترجمة: The match was so exciting. لاحظ الـ ing لصفة تصف المباراة. All the audience were excited. كل الجمهور أو المشاهدين كانوا متحمسين. استخدمنا صفة تنتهي بالإيدي لوصف الجمهور.
المثال مرة أخرى: The match was so exciting, all the audience were excited. طيب، إليك بعض الصفات التي نستخدم معها ED أو ING: Frightening مخيف، Frightened خائف، Surprising مدهش، Surprised مندهش، Disappointing مخيب للآمال، Disappointed يشعر بخيبة الأمل، Worrying مقلق، Worried قلق، Interesting مثير للاهتمام، Interested مهتم، Exciting مشوق، Excited متشوق أو متحمس، Shocking شيء صادم، Shocked مصدوم، Terrifying مرعب، Terrified مرعوب. Tip 8: الضمير المتصل بالفعل يترجم ضمير فاعل أو ضمير مفعول حسب المعنى، ونفهم دلوقتي يعني إيه ضمير متصل بالفعل، في حين أن الضمير المتصل بالاسم يترجم إلى صفة ملكية، ونفهم من المثال يعني إيه ضمير متصل بالاسم. شوف المثال: تزود المكتبات المدرسية الطلاب بكثير من المعلومات العامة، وبذلك تساعدهم على التفوق في دراستهم. نلاحظ هنا أن الفعل تساعد متصل بضمير، وأيضا الاسم دراسة متصل بضمير. في حالة ما إذا كان الضمير متصل بالفعل، نستخدم أحد ضمائر الفاعل I, you, he, she, it, we, you, or they، أو أحد ضمائر المفعول me, you, him, her, it, us, you, or them، وذلك حسب المعنى اللي موجود في الجملة. طيب، في حين أن الاسم المتصل بضمير، في هذه الحالة نترجم الضمير إلى أحد صفات الملكية أو one of the possessive adjectives اللي هي my, your, his, her, its, our, your, or their. شوف الترجمة: School libraries provide pupils with a lot of general knowledge and so help them to excel in their study. Tip 9: يترجم الفعل المضارع في اللغة العربية إلى زمن المضارع البسيط أو المضارع المستمر. طبعا تعرفوا أن المضارع البسيط أو the present simple tense بيستخدم في حالة التعبير عن fact حقيقة أو روتين، في حين أن المضارع المستمر أو the present continuous tense بيستخدم للتعبير عن حدث يحدث الآن أو مستقبلي له ترتيبات. نشوف الأمثلة دي. المثال الأول: تصبو كل الدول المحبة للسلام إلى عالم يسوده السلام والتعاون. لاحظ الفعل تصبو هو فعل في صيغة المضارع، ودي حقيقة نستخدم المضارع البسيط، الفعل بدون زيادات أو بنضيف إس مع الهي والشي والإت. شوف الترجمة: All peace-loving countries aspire to a world in which peace and cooperation prevail. مثال كمان: تجذب الآثار والمتاحف المصرية ملايين السياح من كل أنحاء العالم. أيضا الفعل في صيغة المضارع، هنستخدم المضارع البسيط لأن دي fact أو حقيقة. The Egyptian monuments and museums attract millions of tourists from all over the world. مثال أخير: تسعى الحكومة إلى حل مشكلتي الإسكان والبطالة لتحقيق حياة أفضل للأجيال القادمة. لاحظ الفعل تسعى في صيغة المضارع، هنا نستخدم المضارع البسيط لأن دي لازالت حقيقة. The Egyptian government seeks to solve the two problems of housing and unemployment to achieve a better life for the coming generation. كلمة generation أو كلمة جيل نقدر نستخدم مكانها كلمة posterity. Tip 10: لاحظ أن كلمة AND تربط متشابهين، ودائما ما يكون شكل الفعل قبلها هو نفس شكل الفعل بعدها، أي أن زمن الفعل قبل AND دائما ما يكون هو نفس زمن الفعل بعد AND. شوف الأمثلة دي: يهدف المشروع القومي للقراءة للجميع إلى تثقيف الطفل المصري وتنمية قدراته العقلية. لاحظ العطف باستخدام أداة الربط و. The National Project of Reading for All aims at culturing the Egyptian child and developing his mental abilities. مثال آخر: تعمل الدولة على رعاية الموهوبين وتنمية قدراتهم. The state gives care to the gifted and it develops their abilities. مثال أخير: تنفذ الحكومة كثيرا من المشروعات العظيمة التي تهدف إلى زيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة.
The government carries out a lot of great projects which aim at increasing production and raising the standard of living. Tip 11. إذا وجد أحد الفعلين، الفعل يعمل أو الفعل يقوم في سياق جملة، في الغالب لا يترجم هذا الفعل. مثال: تقوم الجامعة المفتوحة بتوفير التعليم عن بعد لكثير من المواطنين. لاحظ تقوم الجامعة المفتوحة، هنا مش هنترجم الفعل تقوم. The Open University provides distance learning for a lot of citizens. هنا ترجمنا الفعل يوفر، الجامعة المفتوحة توفر. The Open University provides distance learning for a lot of citizens. Tip 12. الفعل encourage بمعنى يشجع، يأتي بعده مفعول به ثم to ثم المصدر. شوف المثال: تشجع الحكومة المستثمرين على إنشاء المصانع وتنمية جنوب الوادي. شوف الترجمة: The government encourages، لاحظ الفعل encourage أضفنا له إس عشان الفعل مفرد، the government، لاحظ إن بيجي وراء المفعول اللي هو the youth وبعدين to زائد المصدر. The government encourages the youth to start their own business. Tip 13. إذا جاء بعد الاسم صفتان أو أكثر بدون أداة ربط بينهم فإننا نبدأ بالصفة الأخيرة. لاحظ المثال التالي: تلقى قضية حقوق الإنسان اهتماما كبيرا من قبل المنظمات الدولية المختلفة. لاحظ تعدد الصفات في نهاية الجملة العربية. في حالة الترجمة هنبدأ بالصفة الأخيرة اللي هي كلمة مختلفة. شوف الترجمة: Human rights issue receives great attention from various international organizations. Tip 14. أما إذا جاء بعد الاسم صفتان وكان بينهما أداة ربط فإننا نكتب الصفة الأولى ثم الثانية. شوف المثال: تعاني الكثير من الدول الأفريقية والأسيوية من الحروب الأهلية والجفاف والمجاعات. لاحظ بنستخدم أداة ربط بين الكلمات. شوف الترجمة: A lot of African and Asian countries suffer from civil wars, droughts and famines. Tip 15. المفعول المطلق ليس له ترجمة في اللغة الإنجليزية، ولكن يترجم كما لو كان ظرف أو حال. طيب ناخد فكرة عن المفعول المطلق. المفعول المطلق هو مصدر مؤكد لمعنى الفعل، وهو على ثلاثة أنواع: إما أن يكون مثل كسرت الزجاج تكسيراً أو جريت جرياً وهكذا، وقد يكون المفعول المطلق مصدراً مبيناً للنوع مثل حلمت حلماً جميلاً، ويأتي أيضاً المفعول المطلق كذلك مصدراً مبيناً للعدد مثل رميت رمية أو رميت رميتين. طيب خلونا نشوف المثال التالي: تؤثر الضوضاء التي تسببها المدينة الحديثة تأثيراً سيئاً على أسماعنا. لاحظوا هنا كلمة سيئاً هي مفعول مطلق، هنترجمه إزاي؟ هنترجمه على إنه ظرف أو حال. هنحول كلمة سيء إلى صفة اللي هي bad، وبعدين نحولها للحال أو الظرف بإضافة ly تكون badly. فكلمة سيئا هنا مفعول مطلقة تترجم على أنها حال أو badly. شوف الترجمة: Noise caused by modern civilization affects our hearing badly. Tip 16. كلمة أن تترجم في اللغة الإنجليزية بكلمة that. شوف المثال: يجب أن يعرف العالم بأسره أن مصر بلد محب للسلام وضد الإرهاب. The whole world should know that Egypt is a peace-loving country and against terrorism. لاحظ أن تترجم إلى that. Tip 17. بعض الصفات في اللغة الإنجليزية إذا سبقت بأداة التعريف the، هذه الصفة تتحول إلى اسم. مثال ذلك: لو خدنا مثلا كلمة gifted أو talented معناها موهوب، دي صفة إذا سبقت بأداة التعريف ذا تتحول إلى اسم. The gifted or the talented معناها الموهوبين، أصبحت تشير لفئة من الناس. طيب أمثلة كمان: rich غني، the rich الأغنياء، poor فقير، the poor الفقراء، disabled معاق، the disabled ذوي الاحتياجات الخاصة أو المعاقين. طيب ناخد مثال من الترجمة: يجب أن يلتحق الطلاب الموهوبين بالكلية التي تناسب مواهبهم وقدراتهم. نلاحظ هنا أن الطلاب الموهوبين كلمة موهوب صفة، لكن الطلاب الموهوبين
تشير لجماعة من الناس. نقدر نستخدم كلمة the gifted or the talented، وهي عبارة عن اسم. في الترجمة تقدر تقول the gifted وتكتفي بذلك، أو تقول the gifted students. لو قلنا the gifted وبس، دي معناها إن هي الطلاب الموهوبين، مجموعة من الموهوبين باعتبارها اسم. The gifted or the gifted students should join the faculty which suits their talents and abilities. مثال كمان: على الأغنياء أن يساعدوا الفقراء والمحتاجين وذوي الإعاقة. نلاحظ أن كلمة الأغنياء تشير لمجموعة من الناس. The rich should help the poor, the needy, and the disabled. نلاحظ هنا في مثال الترجمة أن احنا استخدمنا the rich تشير للأغنياء اسم، the poor تشير للفقراء اسم، the needy تشير للمحتاجين اسم، the disabled تشير لذوي الإعاقة اسم. Tip 18: بعض الأفعال يأتي بعدها حرف جر في اللغة العربية، يعني في اللغة العربية أحيانا بعض الأفعال يرتبط بها حرف جر. مش بالضرورة إن نفس الفعل أو مقابل الفعل في اللغة الإنجليزية يرتبط هو الآخر بحرف جر، لكن الأفعال دي في اللغة الإنجليزية لا ترتبط بحرف جر. مثال ذلك: لو خدنا الفعل join، join ترجمته في اللغة العربية يلتحق ب أو ينضم إلى. لاحظ بنلاقي حرف جر بي أو إلى مرتبط بالفعل في اللغة العربية، لكن في اللغة الإنجليزية الفعل join لا يرتبط بحرف جر. مثال: he wants to join the army، he wants to join the army، يريد أن ينضم أو يلتحق بالجيش. لاحظ إن كلمة أو الفعل join لا يرتبط بحرف جر. أمثلة أخرى للأفعال دي هي الفعل join، enjoy، affect، celebrate، feel، arrest، reach، admire، أو express، sacrifice and fear. في أمثلة تانية كتير لهذه الأفعال. طب ناخد مثال من الترجمة: تؤثر وجبات الطعام السريع على صحتنا بشكل سيء. Fast food meals affects our health badly. لاحظ إن الفعل affect بمعنى يؤثر. في اللغة العربية بنقول يؤثر أو تؤثر على، لكن في اللغة الإنجليزية الفعل affect لا يرتبط بحرف جر، بنستخدم وراءه مباشرة المفعول. Fast food meals affect our health badly. طيب، معاك مثال تقدر تترجمه أنت. ترجم هذه الجملة: نحن نحتفل بعيد الطفولة. Tip 19: إذا وجد في الجملة العربي كلمة قد أو لقد، وهي كلمات تفيد التحقيق، وكان بعد هذه الكلمات فعل ماضي وبدون دليل على الماضي، فإن الجملة تترجم في زمن المضارع التام. طبعا المضارع التام عبارة عن have أو has مع التصريف الثالث. ناخد مثال: لقد حققنا الكثير من التقدم في بعض المجالات. لاحظ وجود لقد، الجملة تترجم في صيغة المضارع التام. We have made a lot of progress in some areas or in some fields. نلاحظ هنا استخدمنا have الدالة على المضارع التام مع التصريف الثالث. ليه استخدمنا have بالذات؟ لأن عندي الفاعل we. إذا كان الفاعل I أو we أو you أو they، بنستخدم have مع التصريف الثالث. طيب مثال آخر، المثال بيقول: لقد أصبح متاحا لكل طالب اقتناء جهاز حاسب آلي. لاحظ وجود كلمة لقد، الجملة تترجم في صيغة المضارع التام لعدم وجود كلمة تدل على الماضي أو وجود دليل على الماضي البسيط. الجملة هتكون كالتالي: It has become available for every student to have a computer set. لاحظ هنا استخدمنا has مع التصريف الثالث لأن الفاعل it. إذا كان الفاعل he أو she أو it، بنستخدم الverb has مع التصريف الثالث للفعل الأساسي. Tip 20: أما إذا وجد في الجملة العربي كلمة قد أو لقد، وكان في الجملة كلمة تدل على زمن الماضي البسيط، فإن الجملة تترجم إلى زمن الماضي البسيط وليس المضارع التام. لاحظ المثال التالي: لقد أنهيت عملي بالأمس قبل السفر إلى الخارج. لاحظ وجود كلمة بالأمس، طبعا دي كلمة تدل على الماضي البسيط اللي هي كلمة yesterday. مع وجود كلمة لقد، الجملة تترجم إلى زمن الماضي البسيط اللي هو الفعل بإضافة الدي أو الإي دي، وهناك أفعال شاذة. الجملة هتترجم كالتالي: I finished my work yesterday before traveling abroad. طيب، بالمرة نعرف بعض الكلمات أو بعض دلائل الماضي البسيط، زي كلمة yesterday، last week، last month،
one week ago, two months ago, three years ago, yesterday, yesterday morning, in مع زمن يعني مثلا تاريخ in 1990, the day before yesterday, in مع أحد الشهور مثلا in March, on مع أحد أيام الأسبوع مثلا on Sunday, أو جمل زي when I was born. Tip 21. نائب فاعل الجملة العربي هو الفاعل في الجملة الإنجليزي. أولا ما هو نائب الفاعل؟ نائب الفاعل هو اسم يحل محل الفاعل. مثال ذلك: تنشأ المكتبات العامة في كل مكان لتشجيع أفراد الأسرة على القراءة. هنا المكتبات العامة هي جملة نائب فاعل. طيب، نائب الفاعل في اللغة الإنجليزية يترجم إلى صيغة المبني للمجهول. المبني للمجهول هو دايما الفعل المساعد مع التصريف الثالث حسب زمن الجملة. نشوف الجملة دي ترجمتها إزاي. Public libraries are built everywhere to encourage the family members to read. Tip 22. دائما الصفة في اللغة الإنجليزية تأتي قبل الاسم لأنها تصف هذا الاسم، أما الظرف أو الحال فيبين حال الفعل ويأتي بعده، وعلامة الظرف أو الحال هي اللي واي في نهاية الصفة ما عدا بعض الشواذ. مثال ذلك: He is a foolish boy. نلاحظ ان كلمة foolish عبارة عن صفة بتصف الاسم اللي هو boy. He is a foolish boy. انه ولد احمق. اذا حبينا نحول الجملة دي الى جملة فيها ظرف او جملة فعلية تحتوي على فعل، كل ما عليك هو الى انك تضيف اللي واي لنهاية الصفة وتشوف فعل يناسب معنى الجملة. فلو قلنا انه يتصرف بحماقة، هنشوف كلمة يتصرف بمعنى behave، هنضيف لها اس لان الفعل هي، ونضيف اللي واي لنهاية الصفة فهنقول he behaves foolishly، إنه يتصرف بحماقة. مثال آخر: The tortoise is slow. Tortoise معناها السلحفاة. Slow بطيئة، دي جملة وصفية استخدمنا فيها الصفة slow. لو حبينا نستخدم جملة فيها ظرف هنضيف ال y لنهاية الصفة ونشوف فعل يناسب معنى الجملة، فنقول The tortoise moves بمعنى تمشي slowly ببطء. طيب، أما الظرف الذي ينتهي بال y مثل كلمة quietly فتكون ترجمته بشكل أو على نحو، يعني كلمة quiet بمعنى هادئ، quietly بمعنى بشكل هادئ أو على نحو هادئ. طيب، ترجم هذا المثال: علينا أن نطبق التكنولوجيا الحديثة في كافة المجالات لمواكبة الدول المتقدمة وبشكل عاجل. شوف وحاول تترجم وبشكل عاجل. Tip 23. المضاف والمضاف إليه. إزاي نترجم المضاف والمضاف إليه؟ أولا المضاف والمضاف إليه زي تركيبات مثل مستوى المعيشة، تلوث الهواء، معدل المواليد وهكذا. عندنا طريقتين للترجمة: لما نضع of بين المضاف والمضاف إليه، أو إن أنت تبدأ بالمضاف إليه ثم نضع المضاف بدون of. خلينا ناخد أمثلة. مستوى المعيشة، طبعا ده مضاف ومضاف إليه، نقدر نقول standard of living or living standard. تلوث الهواء pollution of the air، أو تقدر تقول air pollution. معدل المواليد تقدر تقول the rate of birth، أو تقدر تقول birth rate، وهكذا. Tip 24. طيب، إذا كان المضاف إليه غير عاقل، في هذه الحالة بنستخدم of عندما يكون المضاف إليه غير عاقل. مثال ذلك: لو قلت مشكلة البطالة، هنا المضاف إليه غير عاقل. وزارة التعليم، أيضا المضاف إليه غير عاقل. هنا في هذه الحالة لابد من استخدام of، فنقول مشكلة البطالة the problem of unemployment. وزارة التعليم هنقول the ministry of education. مثال أيضا: لو قلت مثلا أو أمثلة أخرى: the color of the flag is red. The boss of the team is modest. The teacher of the class came late. 2 kilos of tomato. These are bottles of medicine. The seat of the car is comfortable. Tip 25. أما إذا كان المضاف إليه عاقل، في هذه الحالة لا يجوز استخدام of، ولكن نستخدم بدلا من ذلك الاس الدالة على الملكية. وإس الملكية لها حالتين: إما أن تكون ملكية لمفرد مثل منزل أبي، وفي هذه الحالة بنستخدم apostrophe S لنهاية الاسم فنقول my father's house، ولا يجوز أن أنت تقول the house of my father لأن of لا تستخدم في هذه الحالة، بنستخدم بدلا من ذلك الإس الدالة على الملكية لأن المضاف إليها عاقل.
طيب في حالة الملكية لجمع فإن إحنا بنكتفي بإضافة أبوستروفي بعد الإس، مثال منزل والداي، هنا والداي جمع، فنقول my parents house بإضافة أبوستروفي بعد الإس، ومش ممكن إن أنت تقول the house of my parents، طبعا غلط. طيب ناخد مثال على كده، تعطلت سيارة أبي أثناء رجوعه من العمل. لاحظ إن هنا سيارة أبي مضافة مضاف إليه، وهنا المضاف إليه عاقل اللي هو أبي. في هذه الحالة لا يجوز استخدام of، ولكن أنا أستخدم الإس الدالة على الملكية. طبعا أنا أستخدم apostrophe S لأن هنا أبي مفرد، فنقول my father's car broke down on his way home from work. طيب إذا كان جمع مثال ذلك، جاء صديقات بناتي لتهنئتهم بالنجاح. هنا صديقات بناتي مضاف ومضاف إليه، والمضاف إليه عاقل ولكنه جمع. هنستخدم في هذه الحالة S apostrophe، أو الأصح إنك تقول apostrophe بعد الإس. نشوف الترجمة، My daughter's friends came to congratulate them on success. ولاحظ إن أنت لو قلت my daughter's باستخدام apostrophe S يبقى تقصد بنت واحدة، لكن الأبوستروفي بعد الإس هتقصد بنات جماعة. Tip 26، المضاف والمضاف إليه في اللغة الإنجليزية هو عكس العربي، مثل الاسم والصفة. يعني مثل ما قلنا من شوية إن الصفة تسبق الموصوف، أو الصفة بتصف الاسم وتأتي قبله، نفس الشيء مع المضاف والمضاف إليه. في حالة ما إذا كان غير عاقل يجوز إن أنت تستخدم حرف الجر of للربط بين المضاف والمضاف إليه، أو تضيف المضاف للمضاف إليه مباشرة بدون of. مثال ذلك، هناك إعلانات كثيرة عن وظائف متاحة على صفحات الإنترنت. لاحظ إننا صفحات الإنترنت مضاف ومضاف إليه، في هذه الحالة أنت هتقدر تترجم إلى internet pages أو pages of the internet. شوف ترجمة المثال بالكامل، There are a lot of advertisements، أو تقدر تقول advertisements، الاثنين صح. There are a lot of advertisements about available jobs on the internet pages، أو تقدر تقول on the pages of the internet. Tip 27، حفظ تصريفات الأفعال الشائعة حتى تتمكن من كتابة الجملة في زمنها الصحيح. لما تكون عارف شكل الفعل في الأزمنة المختلفة هتقدر تستخدمه في الجملة بالشكل المناسب ليه. يعني مثلا لو هتعبر عن فاكت أو روتين هتستخدم المضارع البسيط الفعل بدون إضافات، أو تضيف اس مع الهي والشي والإت. ولما تيجي تعبر عن الماضي هتضيف دي أو الإي دي، وفي أفعال شاذة. ولما تكون هتتكلم عن المستقبل بتستخدم ويل مع التصريف التالت. طب خلينا نشوف الجملة دي، لقد أصبح التعليم من أهم الأهداف التي تسعى الحكومة جاهدة لتحقيقها. لاحظ هنا الفعل أصبح مسبوقا بلقد، يبقى نستخدم زمن المضارع التام، لأن الفعل في صيغة الماضي مع لقد وبدون دليل على الماضي هتستخدم المضارع التام. طيب أصبح اللي هو become، طب إحنا محتاجين التصريف الثالث مع المضارع التام اللي هو have وhas مع التصريف الثالث. التصريف الثالث من become هو become، لازال، يعني become الماضي منه became، التصريف الثالث become. شوف ترجمة المثال، Developing education has become one of the most important aims which our government tries hard to achieve. طيب دي مجموعة من الأفعال المهمة اللي تفهم من خلالها يعني الماضي ويعني التصريف الثالث، send sent sent، make made made، pay paid paid، say said said، stand stood stood، run ran run، come came come، become became become. طيب مثال آخر، لقد أصبح الإنترنت واحدة من أبرز الابتكارات في مجال الاتصال في تاريخ الجنس البشري، فلقد حول الإنترنت العالم إلى وحدة صغيرة، فمن الأخبار من رجاء العالم وثورة المعرفة حتى التسوق كله أصبح في متناول يديك. شوف الترجمة الإنجليزي، The internet has been the most outstanding innovation in the field of communication in the history of mankind. It has brought the globe in a single unit, right from news across the corners of the world. Wealth of knowledge to shopping is at your fingertips. Tip 28، التركيب من متبوعا بالصفة وبعدين لي أو على زائد المفعول زائد أن بيترجم في اللغة الإنجليزية إلى هذا الستركتشر أو التركيب،
it is متبوعا بالadjective أو الصفة plus 4 plus noun أو الاسم plus 2 plus infinitive أو المصدر. مع المثال هتفهم أكتر. من الأفضل لنا أن نتعلم اللغات الأجنبية لأنها وسيلة للاتصال بين الناس. شوف الترجمة: It is better for us to learn foreign languages because they are means of communication among people. لاحظ هنا It is better، بنستخدم It is مع الصفة مطبوعة بكلمة for plus الobject أو المفعول plus to plus infinitive أو المصدر. الجملة مرة تانية: It is better for us to learn foreign languages because they are means of communication among people. Tip 29. لن مطبوعة بالفعل المضارع تترجم في اللغة الإنجليزية لزمن المستقبل البسيط المنفي، يعني will not. طيب في المقابل لم مطبوعة بفعل مضارع تترجم في اللغة الإنجليزية إلى الماضي البسيط المنفي، يعني did not مع الانفينيتيف أو المصدر. شوف المثال الأول: لن أحضر حفلة زفاف أختي لأنني سأكون في الخارج. لاحظ لن مطبوعة بفعل مضارع تترجم للمستقبل البسيط اللي هو will not مع المصدر. شوف الترجمة: I won't attend my sister's wedding because I'll be abroad. المثال الثاني مع لم، لاحظ وجود لم مدعوة بالفعل المضارع تترجم لزمن الماضي البسيط المنفي اللي هو did not مع المصدر. شوف المثال: لم يحضر أخي حفل تخرجي لأنه كان مريض. My brother didn't attend my graduation ceremony because he was ill. Tip 30. حاول قدر الإمكان تحويل النص الإنجليزي لنص عربي مستساغ، ولا تلتزم بترتيب الكلمات والعبارات الواردة في النص الإنجليزي. شوف المثال التالي: In 1988 نجيب محفوظ 77 of Egypt won Nobel Prize in Literature. هنا لو انت ترجمت حسب الترتيب اللي موجود هيكون ترجمة سيئة. شوف الترجمة المضبوطة: شهد العالم 1988 فوز المصري نجيب محفوظ بجائزة نوبل في الأدب وكان عمره حينئذ 77 سنة. Tip 31. لام التعليل تترجم إلى in order to أو so as to أو to plus infinitive. بكل بساطة تقدر تستخدم to plus infinitive. شوف المثال: إن غزو الصحراء هو الحل الأمثل لتخفيف الزحام في المدن الكبرى. لاحظين عندي كلمة لتخفيف عبارة عن لام الدالة على التعليل مع كلمة تخفيف. يخفف يعني ريليف، هنستخدم قبلها حرف الجر تو بمعنى لكي أو لكي نخفف. شوف الترجمة الكاملة للجملة: The conquest of deserts is the best solution to relieve crowd in big cities. لاحظ إن كلمة invasion بتساوي كلمة conquest بمعنى غزو، لكن كلمة invasion دايما بتستخدم في الأغراض العسكرية يعني غزو عسكري، وكلمة conquest في الأغراض العسكرية وغير العسكرية زي مثلا غزو الصحراء أو غزو المجال العلمي أو غزو الفضاء وهكذا. Tip 32. الأسماء المعنوية بصفة عامة لا تأخذ ذا في اللغة الإنجليزية أو عند ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية. الاسم المعنوي هو اسم يدل على خاصية معنوية، أي أسماء لا ترى ولا تلمس. أمثلة لذلك: honor الشرف، beauty الجمال، truth الصدق، virtue الفضيلة، love الحب، progress التقدم، peace السلام، friendship الصداقة، honesty الأمانة. ناخذ مثال على ذلك: يرجع التقدم في الزراعة والصناعة والطب إلى العلم الحديث. لاحظ مثلا كلمة التقدم هي عبارة عن اسم معنوي في اللغة العربية يبتدي بالألف واللام، لكن عند الترجمة للغة الإنجليزية لا نستخدم ذا أو أداة التعريف الألف واللام، هنقول مباشرة progress. Progress in agriculture, industry and medicine is due to modern science. طب الاسم المعنوي يشتق أحيانا من الفعل وأحيانا يشتق من الصفة وأحيانا يشتق من الاسم. لو خدنا مثلا أمثلة لأسماء معنوية مشتقة من الفعل: see sight, enjoy enjoyment, divide division, succeed success, please pleasure. الاسم المعنوي ممكن أن يشتق من الصفة، أمثلة لذلك: poor poverty, weak weakness, beautiful beauty, young youth, deep depth. أحيانا الاسم المعنوي يشتق من الاسم، مثلا
man manhood, a woman womanhood, brother brotherhood وهكذا, child childhood, friend friendship. Tip 33. الأسماء التي لا تجمع or the uncountable nouns اللي هي الأسماء غير المعدودة. الأسماء غير المعدودة لا تأخذ أداة المعرفة the في اللغة الإنجليزية. أمثلة ذلك عودا على سبيل المثال للحصر: paper, grass, electricity, luggage, money, information, baggage, oil, news. نأخذ مثال: المال وسيلة لا غاية، لذلك يجب استثماره في مشروعات مفيدة. هنا المال هو اسم uncountable أو غير معدود. شوف الترجمة: money is a means not an end, so it must be invested in useful projects. لاحظ أن كلمة money هي اسم لا يجمع لأنه هو uncountable noun أو اسم غير معدود، فبالتالي لا نستخدم معه أداة المعرفة the. Tip 34. إذا عندك في الجملة التركيب كان أو الفعل كان متبوعا بقد زائد فعل في صيغة الماضي، ده بيقابله في اللغة الإنجليزية الماضي التام، الماضي التام اللي هو had مع التصريف الثالث، وعليك إنك ترجع لدرس شرح الماضي التام مع زمن الماضي البسيط في تتابع الأحداث. شوف المثال التالي: عندما وصلت إلى السينما كان الفيلم قد بدأ. لاحظ هنا عندي حدثين، الحدث الأول وصوله السينما في الماضي، وكان قبل كده حدث سابق لده ان الفيلم كان قد بدأ، معناها ان الفيلم بدأ الاول وبعدين وصل للسينما. في هذه الحالة بنستخدم زمن الماضي التام للتعبير عن الحدث الاول اللي هو بداية الفيلم. شوف الترجمة: When I arrived at the cinema, the film had started. Tip 35. يراعى زمن الجملة وصيغتها. نقصد بده اذا كانت الجملة مبني للمجهول passive او مبني للمعلوم اذا كانت active. طبعا المبني للمجهول هو الجملة اللي بتبتدي بالمفعول، والاكتف سنتنس او جملة المعلوم اللي بتبتدي بالفاعل. شوف المثالين التاليين: تعتبر السياحة مصدرا هاما للدخل. هنا كلمة تعتبر هي فعل مبني للمجهول، فهنبتدي بالمفعول اللي هو السياحة، فهنبدأ بكلمة tourism. لكن الجملة التالية اللي هي نحن نعتبر السياحة مصدرا هاما للدخل، الجملة بدأت بفعل اللي هو نحن، فتكون جملة عادية بتتكون من الـ subject والـ verb والـ object اللي هي الفعل والفعل متبوعا بالمفعول. شوف ترجمة الجملة المجهول أو الـ passive sentence: Tourism is considered an important source of income. لكن الجملة الثانية: We consider tourism an important source of income. Tip 36. ترجمة المفعول لأجله. أولا، ما هو المفعول لأجله؟ هو اسم منصوب يذكر في الجملة لبيان سبب وقوع الفعل، فيضيف معلومات ويوضح علة حدوث الفعل. مثال ذلك: تقام معارض الفنون تشجيعا للفن والثقافة. كلمة تشجيعا هنا مفعول لأجله لأن هي بتبين سبب وقوع الفعل. أيضا: اجتهد التلميذ في دروسه رغبة في النجاح. رغبة أيضا مفعول لأجله. طب المفعول لأجله بيترجم إلى so as to أو to أو in order to plus infinitive أو مع المصدر، ونقدر نستخدم for مع الverb مع الـ ing. نقدر كمان نستخدم so that مع الفاعل متبوع بكان أو could plus infinitive أو المصدر. أي حاجة من دي تقدر تختارها حسب سياق الجملة. ناخد أمثلة: تستصلح الحكومة الصحراء تشجيعا للشباب. لاحظ كلمة تشجيعا مفعول لأجله. الترجمة هتكون كالتالي: The government reclaims the desert to encourage youth. لاحظ استخدمنا الترجمة هنا كلمة to. نقدر نقول so as to، نقدر نقول to أو in order to، طبعا متبوع بالمصدر. نقدر نستخدم for مع الـ ing أو so that مع كان أو could مع المصدر. مثال آخر: تسجن الدولة المجرمين تطبيقا للقانون. لاحظ كلمة تطبيقا هي مفعول لأجله. شوف الترجمة: The country imprisons criminals to apply the law. Tip 37. مكان ظروف التكرار في الجملة. أولا، ظروف التكرار اللي هي الـ adverbs of frequency. ما هي؟ هي الكلمات always, usually, often, sometimes, occasionally, rarely, scarcely, seldom, hardly, or never. ودي بتبين عدد مرات تكرار الفعل. ظروف التكرار بتوضع في أكثر من مكان في الجملة. رقم واحد، يمكن أن نضع ظروف التكرار قبل الفعل الأساسي or before the main verb of the sentence. لاحظ الأمثلة الأربعة التالية. Number one،
I often visit my parents at weekends. لاحظ هنا يستخدم ظرف التكرار often قبل الفعل الأساسي visit. Number two, he always buys comics. لاحظ استخدمنا الادverb always before the main verb buy. Number three, they hardly ever visit us. لاحظ hardly أو hardly ever before the main verb visit. The last one, I seldom read foreign periodicals. لاحظ استخدمنا seldom أو ظرف التكرار seldom قبل الفعل الأساسي read. أيضا ظرف التكرار يمكن أن يوضع بعد verb to be اللي هو am, is, are, was, or were. لاحظ الأمثلة التالية: He is always late for college. لاحظ هنا verb adverb always بعد verb to be is. المثال الثاني: I am often ready for work at 6 a.m. لاحظ الادverb often مستخدم بعد الفعل المساعد أو verb to be am. أيضا الادverb أو الادverbs of frequency بيستخدموا ما بين الفعل المساعد وفعل الجملة الأساسي. لاحظ المثال الأول. لاحظ هنا لو حذفنا ظرف التكرار it has caught my attention. It has caught my attention يعني لفت انتباهي. طيب عندي هنا الفعل المساعد has والتصريف الثالث caught. لو عايز احط adverb of frequency او ظرف تكرار هيكون بين الفعل المساعد والتصريف الثالث او الفعل الاساسي للجملة، فنقول it has rarely caught my attention. نقدر نقول it has always caught my attention وهكذا. المثال اللي بعده: they are never ready for compromise. لاحظ هنا عندي الفعل المساعد are وبعدين تكملة الجملة، فبالتالي أنا أستخدم ظرف التكرار never بعد الفعل المساعد أو بين الفعل المساعد وفعل الجملة الأساسي. طيب أيضا ظروف التكرار تستخدم قبل have to أو has to أو used to. لاحظ الأمثلة التالية: The fire brigade always has to be ready for emergencies. لاحظ هنا في الجملة عندي has to وبالتالي هستخدم قبلها الادverb of frequency او ظرف التكرار. طبعا نقدر نستخدم اي ظرف تكرار اخر. مثال اخر: we sometimes use it to go for long drives. لاحظ هنا عندي used to وبالتالي هستخدم قبلها الادverb of frequency، هنا عندي ظرف التكرار sometimes. اذا ظروف التكرار بتستخدم قبل الفعل الاساسي before the main verb or after verb to be او between the auxiliary and the main verb of the sentence or before have to, has to or used to. Tip 38. تطرقنا من شوية لترجمة الفعل يعتبر في الactive voice المبني للمعلوم او يعتبر في صيغة الpassive voice المبني للمجهول. خلينا ناخدهم بشيء من التفصيل. نبدأ بترجمة الفعل يعتبر المبني للمعلوم أو في صيغة الأكتف. لترجمة كلمة يعتبر ليك طريقتين. الطريقة الأولى إنك تبدأ بفعل الجملة الأساسي plus consider وبعدين that مع الجملة. طبعا بتحط كلمة consider حسب زمن الجملة. الطريقة الثانية إنك تبدأ بالsubject أو فعل الجملة plus regard كلمة regard وطبعا حسب زمن الجملة plus object مفعول الجملة plus as plus noun. شوف مثال: تعتبر الحكومة التعليم استثماراً في مستقبل مصر. لاحظ هنا كلمة تعتبر، إذن الجملة في صيغة الأكتيف فويس أو المبني للمعلوم. شوف الطريقة الأولى باستخدام كلمة consider. هنبدأ بالفاعل اللي هو the government أو الحكومة، مدبوع بكلمة consider، طبعاً حسب الزمن هنا مضارع، مدبوع بكلمة that وبعدين الجملة بتاعتك عادي. فنقول the government consider that education is an investment in the future of the country. طب لو حابين نستخدم كلمة regard، طبعا regard هيجي وراها المفعول مباشرة، فهتكون كالتالي: The government regard education as an investment in the future of the country. اسمع الاثنين مع بعض: The government consider that education is an investment in the future of the country. The government regard education as an investment in the future of the country. Tip 39. طيب إذا الفعل يعتبر في صيغة الباسيف فويس أو المبني للمجهول يترجم إلى طريقتين. الطريقة الأولى تبدأ بالأوبجكت أو المفعول مدبوعا بفيرب تو بي حسب زمن الجملة هنشوف دلوقتي بلس considered، أو تقدر تبدأ بالسبجكت مباشرة بالفعل مدبوعا بفيرب تو بي طبعا حسب زمن الجملة بلس regarded as مع الناون أو الاسم. شوف المثال: يعتبر التعليم استثمارا في مستقبل مصر. نبدأ بالطريقة الأولى باستخدام considered، فنقول education اللي هو المفعول وبعدين verb to be is حسب الزمن بتاع اللي هو المضارع education is مع كلمة considered وتكمل الجملة اللي عندك. Education is considered an investment in the future of Egypt.
وتقدر تبدأ بالفاعل اللي هو education متبوعا بفيرب to be education is مع كلمة regarded as والنون في الجملة. هتقول education is regarded as an investment in the future of Egypt. اسمع الجملتين مع بعض. Education is considered an investment in the future of Egypt. Education is regarded as an investment in the future of Egypt. Tip 40. نخلي الختام سهل مع ترجمة الأعداد. إذا وجد في جملة الترجمة أعداد من 1 إلى 9 تكتب بطريقة هجائية، يعني بالحروف. لكن الأرقام من 10 فأكبر تكتب بطريقة حسابية، وذلك للتسهيل. شوف المثال الأول. I have sent 8 emails to my friends. لاحظ إن إحنا كتبنا كلمة 8 رقم 8 بطريقة هجائية، لأن الأرقام من 1 لـ 9 تكتب هجائي. المثال الثاني، the number 2. The technician fixed 15 computers yesterday. لاحظ إن إحنا كتبنا كلمة 15 رقم 15 بطريقة حسابية. بكده أعزائي الطلاب نكون وصلنا لنهاية الشرح. This is the end of lecture 1. I wish you all best of luck. وخلينا نبدأ في الجزء الثاني مع الجزء العملي ومجموعة من التراجم مختارة من امتحانات الثانوية العامة والأزهرية. هنبدأ بالطريقة البسيطة، الجمل مع الترجمة from English to Arabic or from Arabic to English، وبعدين بعدها هنتعلم الطريقة الحديثة أو نظام الثانوية الحديث في الترجمة، ومع طريقة السؤال الجديد في الترجمة. خلونا نبدأ مع بعض. Let's get started. Let's make the start with sample translations from Arabic to English. Number 1. يجب أن تعمل الحكومة والأفراد معا على تقديم المزيد من الدعم والمساعدة للمعاقين والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. The government and the individuals should work together to offer more support and help the handicapped and the children with special needs. 2. تعمل الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين المواطنين والمساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق. The state is exerting efforts to achieve social justice, ensure equal opportunities for all citizens, and achieve equality between men and women in all rights. 3. المواطنين الصالحين هم الذين يكرسوا أنفسهم ووقتهم ومالهم من أجل رفاهية أسرهم، وهم أيضا على استعداد تام للتضحية بأنفسهم عندما يتعرض وطنهم للخطر. Good citizens are those who devote themselves, their time, and money for the welfare of their families. They are also ready to sacrifice themselves when their country is in danger. 4. تم تدشين مشروع محور قناة السويس الجديدة، والذي يهدف إلى تعظيم دور القناة وزيادة النشاط التجاري في المنطقة. The new Suez Canal project is designed to enlarge the transit capacity and to increase industrial activity in the area. 5. تتطلع مصر إلى أداء اقتصادي مختلف يجعل منها دولة قوية اقتصادياً وسياسياً يحقق آمال الشباب. Egypt is looking forward to different economic performance. Makes it a powerful country economically and politically, and achieve the hopes of young people. 6. يخطئ من يظن أن السعادة يمكن أن تشترى بالمال. Those who think that happiness can be bought with money are mistaken. 7. نأمل في وضع حد للبطالة والأمية والفقر لمصلحة الوطن. We hope to put an end to illiteracy, unemployment, and poverty for the good of our country. 8. عشوائيات القاهرة المزدحمة تشكل خطورة بالغة على الأمن القومي المصري. لذلك تعمل الحكومة هذه الأيام على التخلص منها وإنشاء مجتمعات عمرانية حديثة. The crowded Cairo slums are very dangerous to the Egyptian national security. So the government is working hard these days to get rid of such places and construct modern urban communities. Now it's time to have some sample translations from English to Arabic. Number 1. Legal immigration is every citizen's right, but illegal immigration exposes him to a lot of risks. الهجرة الشرعية هي حق كل مواطن، ولكن الهجرة الغير شرعية تعرضه لمخاطر كثيرة. 2. We must be characterized by patience and steadfastness.
In the face of our current economic problems. يجب أن نتحلى بالصبر والصمود في مواجهة مشاكلنا الاقتصادية الحالية. 3. Egypt is waiting for the efforts of its sons, scientists and the people of thought and creativity, and is looking forward to the faithful to lead the executive to take effective steps to meet the demands within the means available. إن مصر في انتظار جهود الأبناء والعلماء وأهل الفكر والإبداع وتتطلع إلى المخلصين لقيادة الأجهزة التنفيذية لاتخاذ خطوات فعالة تلبي المطالب في حدود الإمكانيات المتاحة. Number 4. The government works hard to increase the cultivated land area by reclaiming thousands of fidans yearly. تعمل الحكومة جاهدة على زيادة رقعة الأرض الزراعية وذلك باستصلاح آلاف الأفدنة سنوياً. 5. Terrorism is a pest fed by injustice. الإرهاب أو إن الإرهاب آفة يغذيها الظلم. 6. The state pays great attention to producing the nuclear energy for peaceful purposes. تولي الحكومة اهتماماً كبيراً لإنتاج الطاقة النووية لأغراض سلمية. 7. Egyptian products must be of good quality or high quality to be able to compete other products in international markets. يجب أن تكون المنتجات المصرية عالية الجودة لكي تتمكن من منافسة المنتجات الأخرى في الأسواق العالمية. 8. Stress can be a friend or an enemy. It can warn you that you are under too much pressure and you should change your way of life. It can kill you. If you do not notice that warning, if you do not notice the warning signals. يمكن أن يكون التوتر العصبي عدو أو صديق، فهو يمكن أن يحذرك بأنك تحت ضغط شديد وعليك أن تغير طريقة حياتك، ويمكن أن يقتلك إذا لم تلاحظ إشارات التحذير. Extra sample translations. 1. The high cost of living is one of our most difficult problems. The rise in prices is due to inflation. To bring the prices down, both the government and the individuals should work together. Investment should be encouraged. Production should be increased. And consumption should be cut down. ارتفاع تكلفة المعيشة هي واحدة من أصعب مشاكلنا. ارتفاع في الأسعار هو نتيجة للتضخم. لخفض الأسعار، كل من الحكومة والأفراد يجب أن يعملوا معاً. وينبغي تشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج وخفض الاستهلاك. 2. A heart is a blood-filled bag of muscles, about the same size as a fist. The muscle contracts about 10 times a minute to pump blood around the body. The heart muscle needs a good supply of oxygen, which it gets from blood vessels. القلب هو كيس من العضلات مملوء بالدم في نفس حجم قبضة اليد. العضلة تنقبض حوالي 10 مرات في الدقيقة لضخ الدم في الجسم. عضلة القلب تحتاج إلى إمداد جيد من الأكسجين الذي تحصل عليه من الأوعية الدموية. 3. Many plants and animals have adapted to survive in extreme conditions. Human beings have done so. People can live in hot deserts and cold places like the Arctic. لقد تكيفت العديد من النباتات والحيوانات على البقاء في الظروف القاسية. لقد فعل ذلك البشر. ويمكن للناس العيش في الصحاري الساخنة والباردة وأماكن مثل منطقة القطب الشمالي. 4. One of the current reform programs is to stimulate investment in the industrial sector. The declared aim of the government in its plan is to increase the share of the private sector to 25% of the total investment expenditure. واحد من برامج الإصلاح الحالية هو تحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي. الهدف المعلن للحكومة في خطتها هو زيادة حصة القطاع الخاص إلى 25% من مجموع النفقات الاستثمارية.
5. Sports have become one of the most effective means of achieving peace and stability throughout the world. The Olympic Games are now a political question. Every country sharing in the Olympic Games tries hard to win to raise its flag before millions of spectators. لقد أصبحت الرياضة من أكثر الوسائل فعالية لتحقيق السلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم. أصبحت الألعاب الأولمبية الآن من الشأن السياسي. كل دولة مشاركة في الألعاب الأولمبية تحاول جاهدة الفوز رفع علمها أمام ملايين المتفرجين. 6. Mass media play or plays. Mass media play a vital role in forming the public opinion. Newspapers and magazines inform us of whatever happens all over the world. Radio and TV convey to us the latest news almost in no time. تلعب وسائل الإعلام دور حيوي في تشكيل الرأي العام. تخبرنا الجرائد والمجلات بما يحدث في كل أنحاء العالم. الراديو والتلفزيون ينقل لنا أحدث الأخبار تقريبا في لمح البصر. سؤال الترجمة في نظام الثانوية الحديث اختلف شكله وأصبح اختيار من متعدد، وبالتالي يحتاج إلى شيء من الدقة للوصول إلى الجواب الصحيح. في الجزء الجاي من الفيديو إن شاء الله هعطيك بعض الأفكار اللي بيستخدمها وضع الاختبار في وضع سؤال الترجمة. مثلا بيلجأ وضع الاختبار إلى استخدام فكرة الكلمات المتجانسة لفظيا اللي هي ترجمتها في الإنجليزي homophones. الهوموفونز هي كلمات تتشابه غالبا في النطق وتختلف في المعنى. هعطيك مثال: كلمة طقس معناها weather، وكلمة سواء أيضا معناها weather. لاحظ نفس النطق لكن الكتابة طبعا مختلفة. weather weather معناها طقس، كلمة weather wheather معناها سواء. effect و affect، effect بمعنى تأثير، affect بمعنى يؤثر. plant بمعنى نبات وتستخدم أحيانا بمعنى مصنع، وكلمة planet بإضافة الإي قبل التي معناها نبات معناها كوكب. طيب هعطيك مثال ومن خلاله نفهم أكتر. المثال بيقول: للطقس السيء تأثير كارثي على النباتات كما يعاني منه الإنسان والحيوان أيضا. خلينا قبل ما نطرح الأربع اختيارات أعطيك بعض الكلمات اللي هتساعدك في الترجمة دي. كلمة طقس weather، سواء weather، تأثير effect، يؤثر affect، ودي بتستخدم بدون حروف جر. نبات plant، كوكب planet، كارثة disaster، كارثي disastrous، يعاني من suffer from أيضا as well. طيب نشوف الترجمة. لاحظ الترجمة الأولى اللي هي بيستخدم فيها bad weather، بيستخدم كلمة سواء بدل كلمة طقس. أكيد من غير ما أكمل الترجمة الأولى غلط. Bad weather has a disastrous effect on plants. Men and animals suffer from it as well. ترجمة غلط لأنه استخدم كلمة سواء بدل كلمة طقس. نشوف الترجمة الثانية. Bad weather، لاحظ أن استخدم كلمة weather بمعنى طقس. نمشي ونشوف. Bad weather has a disastrous effect on planets. أيوة هنا استخدم كلمة planets معناها كواكب، هنا بيتكلم عن النباتات. طبعا الترجمة غلط. نشوف الترجمة الثالثة. Bad weather has a disastrous effect on plants. لغاية دلوقتي الترجمة صح. الطقس السيء له تأثير كارثي على النباتات. Man and the animals suffer from it as well. لغاية دلوقتي الترجمة مناسبة ومضبوطة. نشوف الاختيار الرابع. Bad weather has a disastrous effect. أيوة هنا استخدم كلمة effect بمعنى يؤثر. طبعا هنا استخدام خاطئ للكلمة. يبقى هنا أنسب إجابة وأصح إجابة هي الإجابة الثالثة. نقرأ الترجمة للمثال. المثال بيقول: للطقس السيء تأثير كارثي على النباتات كما يعاني منه الإنسان والحيوان أيضا. Bad weather has a disastrous effect on plants. Men and the animals suffer from it as well. Let's have another example. Reading is very useful. It stimulates the memory centers of your mind and arouses your imagination. Also, it helps recall information and stabilize your emotions. قبل ما نقرأ الأربع اختيارات خلينا نتعرف على مجموعة الكلمات دي اللي هتساعدك على الترجمة الصح. Reading القراءة، useful مفيد أو نافع، stimulate يحفز أو يثير، memory ذاكرة، mind عقل،
arouse يثير أو يحفز، imagination خيال، recall يستدعي، information معلومات، stabilize يستقر، emotions عواطف. طيب عندي 4 اختيارات للترجمة، خلينا نشوف واحدة واحدة. A، القراءة مفيدة جدا فهي تحفز مراكز الذكرى في عقلك. طبعا نرجع مرة تانية للنص الإنجليزي، It stimulates the memory centers. Memory centers معناها مراكز الذاكرة وليست الذكرى. إذا الإجابة A خطأ. نروح للإجابة B، القراءة مفيدة جدا فهي تحفز مراكز الذاكرة في عقلك. لغاية دلوقتي الإجابة صح، وتثير خيالك، arouses your imagination. طبعا لغاية دلوقتي الإجابة كمان صح، كمان تساعد في استدعاء المعلومات وكذلك استقرار عواطفك. stabilize your emotions هي ترجمة استقرار عواطفك. لغاية دلوقتي الإجابة B قريبة جدا للصواب. نروح نشوف الإجابة C و D. C، القراءة مفيدة جدا فهي تحفز مراكز الذاكرة في عقلك وتثري خيالك. طبعا كلمة تثري معناها enrich، احنا هنا في النص الانجليزي بيقول arouses your imagination بمعنى تثير خيالك مش تثري خيالك. اذا الاجابة C ايضا خطأ. D، القراءة مفيدة جدا فهي تحفز مراكز الذاكرة في خيالك وتثير خيالك. طبعا ترجمة باين عليها خطأ جدا، كما انها تساعد في استدعاء المعلومات وكذلك استمرار عواطفك. ايضا كلمة استمرار عواطفك مش هي ترجمة stabilize your emotions. اذا الاجابة B هي الاقرب للصواب. هقرأ النص الإنجليزي مع الترجمة العربية مرة تانية. Reading is very useful. It stimulates the memory centers of your mind and arouses your imagination. Also, it helps to recall information and stabilize your emotions. الترجمة، القراءة مفيدة جدا فهي تحفز مراكز الذاكرة في عقلك وتثير خيالك، كما أنها تساعد في استدعاء المعلومات وكذلك استقرار عواطفك. وضع الاختبار أيضا ربما يلجأ إلى استخدام فكرة الهومونيمز. يعني إيه هومونيمز؟ هي كلمات أو كلمة واحدة لها أكثر من معنى في المقابل العربي. مثلا كلمة لايت تستخدم عن ضوء ومصباح وخفيف الوزن وفاتح اللون. هنا ممكن يجيب لك مجموعة من النصوص ويستخدم الكلمات دي بحيث إن هو يلخبطك في اختيار الترجمة الصحيحة. طيب خلينا ناخد الأمثلة الأربعة دي. 1. Plants need light to grow. هنا كلمة light بمعنى ضوء، النباتات تحتاج الضوء لكي تنمو أو للنمو. We have three lights in this room. هنا كلمة light بمعنى مصباح، لدينا 3 مصابيح في هذه الغرفة. Number 3. Give me the heavy bag and you can carry the light one. هنا استخدم كلمة light بمعنى خفيف الوزن، بمعنى أعطيني هذه الحقيبة الثقيلة وأنت تستطيع أن تحمل الخفيفة منهم. طيب الفقرة أو الجملة الرابعة، Have you seen my light blue shirt؟ هنا كلمة light بمعنى فاتح اللون، بمعنى هل رأيت قميصي الأزرق الفاتح؟ كل كلمة في اللغة لها كثير من المعاني والدلالات، فلا ينبغي عند الترجمة أن تترجم الكلمة إلا في سياق الجملة والسياق المناسب لتلك الترجمة. ومن أمثلة ذلك المجاز اللي هو عبارة عن استخدام كلمة معينة تفيد بالدلالة على معنى مختلف. طيب ناخد مثال على ذلك، جرت العادة أن تقوم الحكومة بتوفير الأدوية في المستشفيات. لاحظ هنا مش هنترجم جرت العادة ترجمة حرفية ولا تكون ترجمة هزلية ومضحكة. خلينا ناخد الأول مجموعة من الكلمات اللي هتفيدك في الترجمة دي. habit عادة، run يجري، government حكومة، provide يزود أو يمد، medicine دواء، hospital مستشفى. خلينا نشوف الترجمة. A، the habit ran that. طبعا من البداية يبدو ان هي ترجمة مضحكة جدا، لان العادة لا تجري، مش هنترجم المجاز بترجمة حرفية. The habit ran that the government provides medicines in hospitals. طبعا 100% ترجمة خاطئة. 2، the government usually provides medicines for hospitals. ترجمة مقنعة، grammatically correct sentence، يعني من حيث القواعد ترجمة مضبوطة. Number 3، The government usually saves medicines for hospitals. مش هنا، مش دي الترجمة اللي تناسب النص العربي. هنا كلمة saves medicines for hospitals مش دي الترجمة المضبوطة. طيب Number 4، The government usually stands with providing medicines for hospitals. أيضا كلمة stand with هنا مش دي الترجمة المضبوطة، يعني لا تقف مع إمداد
طبعا خطأ. إذن الترجمة المناسبة هي الترجمة الثانية. الجملة مرة تانية: جرت العادة أن تقوم الحكومة بتوفير الأدوية في المستشفيات. The government usually provides medicines for hospitals. طيب مثال آخر، another example: Education is one of the most important forms of investment. This in turn makes the Ministry of Education able to create productive and creative citizens. طيب عندنا أربع اختيارات. قبل ما نشوف الاختيارات خلينا نشوف مجموعة الكلمات اللي تساعدك في الترجمة. Education تعليم، Important مهم، Form شكل، Investment استثمار، Intern بدوره، Ministry وزارة، Able to قادر على، Create يخلق، Productive منتج، Creative مبدع، Citizen مواطن. طيب عندنا أربع تراجم، خلينا نشوف الأولى. يعتبر التعليم من أهم أشكال الاستثمار. لغاية دلوقتي إجابة صح، وهذا بدوره يجعل وزارة التربية والتعليم قادر على خلق مواطنين. لغاية دلوقتي إجابة صح، مواطنين إنتاجيين ومبدعين. طبعا هنا كلمة إنتاجيين لا تناسب النص، إذا إجابة خاطئة. ب يعتبر التعليم من أهم أشكال الاستثمار، وهذا بدوره يجعل وزارة التربية والتعليم قادرة على ابتكار. كلمة ابتكار مش هتناسب المرادف الإنجليزي في الجملة الأصلية، إذن هنا الترجمة أيضا خاطئة. قادرة على ابتكار مواطنين منتجين ومبدعين، لأن المواطنين لا يبتكروا طبعا. إجابة خاطئة. C يعتبر التعليم من أهم تكوينات. يبدو أن استخدام كلمة تكوينات هنا دي مش مقنعة في الترجمة، يبدو أنه هو نحت أو شيء مش مناسب للترجمة الأصلية. يعتبر التعليم من أهم تكوينات الاستثمار، وهذا بدوره يصنع. طبعا الإجابة المقنعة تكون يجعل مش يصنع. يصنع وزارة التربية، وحتى تلاحظ هنا يصنع وزارة التربية والتعليم خلاقة، بعيد كتير عن النص الأصلي، لمواطنين منتجين ومبدعين. إذا الإجابة سي أيضا خاطئة. نشوف الإجابة دي والأخيرة. يعتبر التعليم من أهم أشكال. لاحظ هنا استخدام أشكال هي استخدام أو ترجمة لكلمة forms. إجابة صح، من أهم أشكال الاستثمار، وهذا بدوره يجعل وزارة التربية والتعليم قادرة على خلق مواطنين منتجين ومبدعين، productive and creative citizens. إذا الإجابة دي هي الإجابة الأقرب للصواب والإجابة الصحيحة. هنقرأ النص الإنجليزي مع الترجمة مرة أخيرة. Education is one of the most important forms of investment. This in turn makes the Ministry of Education able to create productive and creative citizens. يعتبر التعليم من أهم أشكال الاستثمار، وهذا بدوره يجعل وزارة التربية والتعليم قادرة على خلق مواطنين منتجين ومبدعين. طبعا كطالب في المرحلة الثانوية لا تنخدع إذا وضع الاختبار استخدم لك بعض الكلمات وعكسها في اختيارات الترجمة. لازم تكون دقيق ويركز في اختياراتك. مثلا constructive هي عكس كلمة destructive، constructive بناء هي عكس كلمة destructive حدام، terrific and terrible، terrific يعني في حال جيد، terrible يعني في حال سيء، effective فعال، ineffective غير فعال، moral أخلاقي، immoral غير أخلاقي. المنهج مليء بالكلمات اللي زي كده، عليك إنك تراجع وتحفظ الكلمات دي وتستخدمها في سياقها الصحيح. طبعا وضع السؤال في الاختبار ممكن يحذف كلمة ويحط عكس الكلمة دي، فاختيارك للترجمة بيكون أحيانا خاطئ، الطالب مش بيلاحظ ده نظرا لتشابه الكلمات. طبعا عليك إنك تركز وتختار الجواب الصحيح. خلينا ناخد مثال. Let's have an example. يمكن للشباب أن يتعاملوا مع أناس من ثقافات أخرى طالما أنهم قادرون على الاستفادة مما يناسبهم من تلك الثقافات والمحافظة على قيمهم الأصيلة. قبل ما ناخد الاختيارات خلينا ناخد الكلمة الصعبة ونتعلم منها إزاي نختار الإجابة الصح. الشباب young people، نقدر نستخدم كلمة youth، يتعامل مع deal with، ثقافة culture، طالما as long as، يستفيد من benefit from، يناسب suit، يحافظ على preserve أصيل original، قيم sorry قيم values. طيب خلينا نشوف الاختيارات A, B, C and D. Let's start with A. Young people can deal with people from other cultures. لاحظ هنا استخدم الفعل المساعد كان، لأن بيقول لي يمكن للشباب، إذا لغاية دلوقتي ترجمة صح. Young people can deal with people from other cultures as long as they are able to.
لاحظ هنا استخدم able to بمعنى قادر على، وهنا في النص العربي بيقول انهم قادرون على الاستفادة، اذا الترجمة حتى الان صحيحة. As long as they are able to benefit from what suits them from those cultures and preserve their original values. هنا استخدم أداة الربط and اللي هي مقابلة في العربي و، والمحافظة على قيمهم الأصيلة. لكن لو بصيت على B هتلاقي إن وضع الاختبار استخدم المودل أو الفعل الناقص can't في صيغة النفي، وده عكس الترجمة. هنا بيقول يمكن للشباب، هنا بيقول can't، طبعا B هتكون خاطئة. لو بصيت على C هتلاقي إنهم استخدم unable وهي عكس كلمة able. هنا بيقول إنهم قادرون على الاستفادة able to benefit، طبعا هنا unable عكس النص العربي، هتكون إجابة خاطئة. لو بصيت على دي هتلاقي إنه استخدم بدل أداة الربط و استخدم or، طبعا و مقابلة في الإنجليزي and. إذا الإجابة الصحيحة هي الإجابة A. نسمع النص العربي والإنجليزي مرة أخرى. يمكن للشباب أن يتعاملوا مع أناس من ثقافات أخرى طالما أنهم قادرون على الاستفادة مما يناسبهم من تلك الثقافات والمحافظة على قيمهم الأصيلة. Young people can deal with people from other cultures as long as they are able to benefit from what suits them from those cultures and preserve their original values. وده وقت التدريب. Drill 1. Choose the best translation. 1. كثرة المال لا تضمن بالضرورة إيجاد حلول للمشاكل، فحل المشاكل يتطلب إرادة قوية. عزيزي الطالب، أنا مش هشرح لك الاختيارات، ده دورك أنت تقرأ الأربع جمل دي وتشوف الترجمة المناسبة ليها. كل اللي عمله لك إن أنا هوضح لك بعض الكلمات اللي ممكن تساعدك في الاختيار الصح. guarantee يضمن، finding إيجاد، solutions حلول، problems مشاكل، solve يحل، require يتطلب، strong يقوي أو قوي، will إرادة. عزيزي الطالب، وقف الفيديو، اقرأ الأربع اختيارات، شوف الإجابة الصحيحة وشوف إجابتك معايا بعد شوية. طبعا الإجابة الصحيحة هي الإجابة C. Too much money doesn't always guarantee finding solutions to problems because solving them requires strong will. طيب مثال آخر، number 2 أو رقم 2. تحرص الدولة على تكريم المرأة في المناسبات المختلفة لما تقدمه من تضحيات. نفس الشيء، وقف الفيديو، شوف الاختيارات وشوف الإجابة المناسبة ليك. هقدر أساعدك ببعض الكلمات. state دولة، keen on حريص على، honor يكرم، occasion مناسبة، vocation مهنة، sacrifice يضحي بي، طبعا ما فيش حرف جر، suit يناسب. وفي الفيديو اقرأ الأربع جمل، شوف الإجابة المناسبة. طبعا الإجابة الصحيحة هي الإجابة B. The state is keen on honoring women on different occasions for the sacrifices which they make. Example number 3. ينبغي ألا نسيء فهم المعنى الحقيقي للحرية، الفارق كبير بينها وبين الفوضى. هساعدك بترجمة بعض الكلمات اللي من خلالها تقدر تقرر أي إجابة هي الإجابة الصح. misuse يسيء فهم، real meaning معنى حقيقي، freedom حرية، chaos فوضى، make use of يستفيد من، rail سكة حديد. now think, take your time, decide and then check. خد وقتك، وقف الفيديو وبعدين تأكد من إجابتك بعد شوية. طبعا الإجابة الصحيحة هي الإجابة الأولى. We mustn't misuse the real meaning of freedom as there is a big difference between it and chaos. المثال الرابع، example number 4. نحن بحاجة ماسة إلى نوعية من التعليم تواكب التقدم التكنولوجي في العصر الحالي. مجموعة الكلمات اللي هتساعدك في اختيار الإجابة الصحيحة. in need of or in bad need of في حاجة ملحة لي، equality مساواة، quality نوعية أو جودة، education تعليم، keep in touch يواكب، technological technology progress تقدم، modern age العصر الحالي أو الحديث.
Now take your time, think and decide. طبعا الإجابة الصحيحة هي الإجابة C. We are in bad need of a quality of education that keeps in touch with technological progress of modern age. Now we have translations from English to Arabic. Number 5. The rise in prices is a complex problem and it can be solved by increasing the production and the exports. هساعدك بمجموعة كلمات من خلالها تقدر تكرر الإجابة الصح. Rise يزيد أو زيادة. Solve يحل. Increase production يزيد الإنتاج. Exports صادرات، وهي عكس كلمة imports أو واردات. Think, take your time, decide and then check. وقف الفيديو، فكر شوية، قرر الإجابة الصح. طبعا الإجابة الأولى هي الإجابة الصحيحة. إن زيادة الأسعار مشكلة معقدة يمكن حلها بزيادة الإنتاج والصادرات. طيب let's go to number 6. Schools has a significant impact on the child as it provides him with the necessary experiences which help him solve his problems. هساعدك بمجموعة كلمات تقدر تكرر من خلالها الإجابة الصح. Significant هام وبارز أو مميز. Impact تأثير. Provide with يزود أو يمد به. Experiences خبرات. وقف الفيديو فكر شوية قرر الإجابة الصحيحة. طبعا الإجابة الأخيرة هي الإجابة الصح. D. للمدرسة تأثير هام على الطفل لأنها تمده بالخبرات التي تساعده في حل مشكلاته. Now let's go to number 7. It is said that television has destroyed conversation among us and made us unhappy by forcing us to want things we do not need. مجموعة الكلمات دي هتساعدك تكرر الإجابة الصح. Destroy يدمر. Conversation نقاش أو حوار. Among بين. Force يجبر. فكر شوية واختار الإجابة الصح. الإجابة الصحيحة هي الإجابة B. يقال إن التلفاز أو التلفزيون قد أفسد النقاش فيما بيننا، كما تسبب في شعورنا بالحزن لأنه أجبرنا على أن نرغب فيما لا نحتاج إليه. Number 8. Terrorists are not loyal to their country. They should know that killing innocent people is rejected by all religions. مجموعة كلمات هتساعدك في اختيار الإجابة الصح. Terrorist إرهابي. Loyal مخلص. Innocent بريء. Rejected مرفوض أو منبوذ، من الفعل reject يرفض أو ينبذ. Religion دين. Think, take your time, decide and then check. مع شوية تفكير هتلاقي الإجابة الصح هي الإجابة الأولى A. الإرهابيون غير أوفياء لأوطانهم وعليهم أن يعلموا أن قتل الأبرياء هو أمر يرفضه كل الأديان. وضع سؤال الترجمة بيلجأ أحيانا للتلاعب بالكلمات، مثلا يقدر يستخدم البريفكس أو السفكس في بعض الكلمات، والبريفكس اللي مش عارف معناها بادئة، والبريفكس هي مجموعة حروف بتضاف لبداية الكلمة فتغير معنى الكلمة، والسفكس هي مجموعة حروف بتضاف لنهاية الكلمة فتغير معنى الكلمة، مثلا تحول الفعل إلى صفة أو اسم. لاحظ الأمثلة التالية. كلمة employee هنا معناها يوظف، لكن employee بإضافة السفكس ee في النهاية معناها صالح للوظيفة. إذا أضفنا المقطع ER بدلا من الـ EE صارت employer معناها صاحب العمل أو الشركة صاحبة العمل. Employment معناها وظيفة أو توظيف. Unemployment لاحظ أن استخدم الـ prefix un والـ suffix ment فأصبح معناها بطالة. Unemployment بطالة. Unemployed عاطل عن العمل. Let's have an example. يبحث دائما أصحاب الأعمال عن 3 سمات رئيسية في المتقدم للوظيفة، وهي قدرته على القيام بالوظيفة ورغبته في أدائها واحتمالية استمتاعه بها. مجموعة الكلمات دي هتساعدك تختار الإجابة الصح. Employer صاحب العمل. Employee موظف. Look for يبحث عن. Quality سمة أو خاصية أو ميزة.
applicant متقدم لوظيفة، interview مقابلة شخصية، be likely to من المحتمل. فكر شوية، فكر كويس لأن الاختيارات شوية صعبة. وقف الفيديو وخد وقتك وبعدين قرر الإجابة الصح. مع شوية تفكير هتلاقي إن الإجابة الصحيحة هي الإجابة B. The correct answer is B. Employers always look for three main qualities in applicants at interviews: whether they can do the job, whether they want the job, and whether they are likely to enjoy the job. إذا فكرت في الإجابات التانية هتلاقي استخدام غير مناسب لبعض الكلمات. مثلا هنا بدل كلمة applicants مستخدم كلمة application ملهاش علاقة بالترجمة. هنا في دي بدل كلمة interview هنا مستخدم كلمة interviewers، وهكذا. لاحظ ان في ايه مستخدم كلمة employees، على الرغم من الإجابة الأمثل والاستخدام الصحيح هو كلمة employers. إذا الإجابة الصحيحة the correct answer is B. تدريبات إضافية. Exercise 1. Read the sentences and choose the correct translation from A, B, C, or D. Translate from Arabic to English. Number 1. يخطئ كثير من الناس عندما يعتقدون أن استكشاف الفضاء مضيعة للوقت والمال. فاستكشاف الفضاء له الكثير من التطبيقات في حياتنا اليومية. مجموعة الكلمات دي هي الترجمة للكلمات الواردة في النص العربي، هتساعدك في اختيار الترجمة الصحيحة. Explore يستكشف، Space فضاء، Waste of time مضيعة للوقت، Application تطبيق، Everyday lives الحياة اليومية، Make a mistake يرتكب خطأ. هنا هقرأ لك الأربع اختيارات الموجودة A, B, C, or D، وحاول معايا أن أنت تكتشف أي واحدة فيهم الإجابة الصحيحة. A. A lot of people think that exploring space is a waste of time and money. This is wrong, as it has a lot of applications in our everyday lives. من حيث الجراماتيكال رولز قواعد اللغوية الجملة مظبوطة تماما. الاستراكشرز استخدام الكلمات كل شيء مظبوط. خلينا نشوف B. A lot of make a mistake. A lot of what. هنا المفروض ان في كلمة اعتقد ان هي ناقصة، مثلا a lot of people وهكذا. طبعا من غير ما اكمل الاجابة هنا مش مضبوطة. C. A lot of people do a mistake. لاحظ هنا استخدم do محل make. المفروض كلمة mistake وتستخدم مع make مش do. يبقى هنا ايضا C خطأ. D. A lot of people are thinking that. لو انت عارف ان الفعل think لا يستخدم في صيغة الاستمرار غالبا، لأن أفعال الفكر والتفكير والحواس وهكذا لا تستخدم في الاستمرار، يعني لا يجوز أن يضاف لها ing، يبقى هنا أيضا دي غير مناسبة. إذا الإجابة هي A. خلونا نروح لنمبر 2. تلعب الإعلانات دورا بارزا في إغرائنا لشراء أشياء لا نحتاج إليها، وهذا يكلفنا الكثير من المال دون داع. نشوف الكلمات اللي جت في النص العربي. Advertisement or advertisement إعلان، النطقين صح. Outstanding role دور بارز أو مميز. Tempt يغوي. Cost تكلفة. Coast ساحل. Necessarily بالضرورة. Unnecessarily بدون داعي أو شيء ليس ضروري. طيب هقرأ الأربع جمل للنص الإنجليزي وحاول تخمن معايا الإجابة الصحيحة. A. Advertisements or advertisements play an outstanding role in tempting us to buy things that we don't need, which costs us. لاحظ إن هنا كلمة cost بمعنى يكلف في النص العربي، هنا استخدم محلها كلمة cost اللي معناها ساحل. إذا الإجابة A خاطئة من غير ما نكمل الإجابة. B. Advertisements or advertisements play an outstanding role in tempting us to buy things that we don't need to them. لاحظ هنا don't need to them، لو أنت عارف القاعدة دي في المنهج هتعرف إن هنا استخدام خاطئ. Which costs us a lot of money unnecessarily. الإجابة B غير مناسبة. C. Advertisements play an outstanding role. لاحظ هنا يستخدم كلمة role محل كلمة role. role بمعنى دور، هنا يستخدم مكانها كان كلمة role. طبعا إجابة غير مناسبة أيضا، استخدم مكانها كلمة role بمعنى قاعدة.
Advertisements play an outstanding role in tempting us. إجابة غير مناسبة أيضا. D. Advertisements play an outstanding role in tempting us to buy things that we don't need. لاحظ هنا ما قالش that we don't need to them. هنا استخدام صحيح للفعل need. Which costs us a lot of money unnecessarily. هنا أيضا استخدم كلمة cost بمعنى يكلف هو حسب النص العربي الوارد في السؤال. أعتقد أن الإجابة دي هي الإجابة الصحيحة والمناسبة. خلونا نشوف مع بعض. الإجابة دي هي الصح. هنا هقرأ النص العربي والنص الإنجليزي مرة تانية نظرا لأهمية الجملة. تلعب الإعلانات دورا بارزا في إغرائنا لشراء أشياء لا نحتاج إليها، وهذا يكلفنا الكثير من المال دون داع. Advertisements play an outstanding role in tempting us to buy things that we don't need, which costs us a lot of money unnecessarily. Exercise 2. Read the sentences and choose the correct translation from A, B, C, or D. 3. Now scientists explore new ways to exploit solar energy and to convert salty ocean water to pure fresh water in an attempt to overcome water shortage. الكلمات دي هي المهمة في النص الإنجليزي، هتساعدك في اختيار الترجمة المناسبة from A, B, C, or D. Scientist عالم، exploit يستغل أو ينتفع، solar energy طاقة شمسية، convert يحول، attempt محاولة، overcome يتغلب على، water shortage نقص الماء. وقف الفيديو، فكر شوية، حاول تخمن الإجابة الصحيحة. طبعا الإجابة هي C. يقوم العلماء اليوم باستكشاف طرق جديدة للانتفاع بالطاقة الشمسية وتحويل مياه المحيط المالحة إلى مياه عذبة في محاولة للتغلب على مشكلة نقص الماء. طبعا الجمل A و B و D لو انت قرأتهم هتلاقي في خلل في التحويل النص من الإنجليزي للعربي. على سبيل المثال في B بيقول طرق جديدة لتجنب آثار الطاقة الشمسية. طبعا النص الإنجليزي مش بيقول كده، النص بيقول طرق جديدة للانتفاع بالطاقة الشمسية وهكذا. نروح لنمبر 4. A good neighbor can make our life safer. Sometimes our relatives are not in position to help us. So having a good neighbor is important to help us when we are in a fix. الكلمات دي هتساعدك في اختيار الترجمة المناسبة. neighbor جار، safe آمن، relative قريب، position مكان أو وظيفة، important مهم، in a fix في مأزق أو في ورطة. فكر شوية، حاول تخمن الإجابة. طبعا الإجابة هي B. الجار الجيد يمكن أن يجعل حياتنا أكثر أمناً، فأحياناً لا يتواجد أقاربنا في أماكن يستطيعون من خلالها مد يد العون لنا، ولذلك فالجار الجيد له أهمية في مساعدته لنا عندما نكون في مأزق. ليه ما اخترناش الإجابات A أو C أو D؟ هتلاقي في خلل في الترجمة. مثلاً لو أنت قرأت الإجابة A هتلاقي هنا يقول له أهمية في مساعدتنا له عندما يكون في مأزق، أي هو طبعا مش ده المقصود في النص الإنجليزي. المقصود لما كان بيقول is important to help us when we are in a fix، في مساعدته لنا نحن عندما نكون في مأزق. My dear secondary school students and the students of Al-Azhar Al-Sharif, this is the end of lecture 2. I wish you all best of luck. أعزائي وحبايبي طلاب الثانوية العامة والأزهرية، وصلنا لنهاية الفيديو اللي اتعلمنا من خلاله كل أساليب الترجمة وشرح وافي لقواعد الترجمة مع أمثلة توضيحية وأمثلة من النظام الحديث في الاختبارات الثانويات العامة والأزهرية. أراكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. See you. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.